السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مقطع الفيديو راح أوضح طريقة من طرق جدول المهام هي FCFS. بالبداية Stradling Algorithm تقسم إلى أربع طرق. أو ما هي Stradling Algorithm؟ عندما يريد الـ User تشغيل أكثر من Process فإن CPU لا يحتمل تشغيل أكثر من واحد في آن واحد، لذلك هناك عدة طرق لجدولة المهام تكون أفضل وأنسب وأكثر كفاءة. تقسم Stradling Algorithms إلى الأولى First Come First Surfaced، الذي يأتي أولا يعالج أولا أو يخدم أولا، أو لها اسم ثاني First In First Out اللي هي راح نتطرق لها بعد المقطع الفيديو. الطريقة الثانية Shortest Job First Stradling أو SGR اللي تضمن Non Primitive وعلى Primitive، وسبق وأن رفعت مقطع فيديو حول هذه الموضوعين. الطريقة الثالثة اللي Round Rainbow RR، والطريقة الثالثة اللي Probability Stradling. FCFS هي إحدى طرق جدولة المهام يستخدمها الـ CPU، تعتمد على زمن الوصول arrival time، يعني الذي يأتي أولا يخدم أولا مهما كانت الظروف. تعتبر أبسط طريقة، ليست لا عدالة، يعني أنها ليست عادلة بخصوص البروسيس الصغير. طبعا ممكن أن يحتكر البروسيس الواحد CPU لفترة معينة. مثال بسيط واضح الـ FCFS. طبعا منطق سؤال طويل، يعطيك تكرار السؤال الستارت. الخلاصة انه الـ Waiting Time والـ Average Time، Average Waiting Time منطق B1 وB2 وB3، الـ Best Time التكرار 24 و 33. كيفية إيجاد Waiting Time؟ في البداية نحاول أن نرسم مخطط صغير يوضح الـ B1 والـ B2 والـ B3. مثل ما تلاحظون الـ B1 هو الأكبر هم لأن Press Time مالته 24، بدأ من 0 وانتهى 24. B2 إجا بعده مقدار 3 وحدات زمنية، 24 زائدة 3 وحدات زمنية 27، و B3 كذلك 3 وحدات زمنية، يعني يصير مجموع 30. الويتك تايم، الويتك تايم للB1 الأفو هو 0. ملاحظة مهمة في جميع الطريقة الـ FCFS، دائما الـ B1 الـ Waiting Time مالته 0 في جميع الأحوال بالنسبة لطريقة FCFS. بالنسبة للـ B2 شقد الـ Waiting Time؟ انتظر 24 وحدة زمنية إلى أن انتهى الـ B1، وكذلك الـ B3 انتظر 27 وحدة زمنية مع انتهاء الـ B1 و الـ B2. هذا ما يخص الـ Waiting Time. بما يخص الـ Average Waiting Time، بكل بساطة هو مجموع الـ Waiting Time الـ B1 والـ B2 والـ B3 مقسم على 3، 0 زائد 24 زائد 27 تقسيم 3 يساوي 17. هذا الـ Average Waiting Time الخاص بطريقة FCFS. هذا كل ما يخص الـ FCFS اللي هي أبسط طريقة من طرق جدولة المهام. راح نرفع مقطع فيديو لباقي الطرق في الأيام المقبلة. تقبلوا تحياتي حسين أحمد حاتم، الحاتم العربي، إيميل الحاتم2007@yahoo.com. تحياتي لكم جميعا، شكرا لكم.